والله يا عبد يا ولدي نضلي بالتمام التمام. نضل؟ نضل منو؟ يا عبدو كان منضل دي كان بجيشة دي. وانا كنت مالي؟ تهضرب ما خليت لك دكتور كده ده. انا ما وديتك ليه؟ وانا كنت عيان؟ لا عيان انا. والله انا ما اعرف الكل كيف امي كلمتني. والله الناس بالناس والكل برب العالمين. يا صفية يعني ضل يا ما جوحتونا اخوانا رايح الفطور. في الحقيقه انا الليله ما عندي نفس افطر. مش استاذ عبد بيقول ما عنده نفس؟ الحقيقة أنا الليلة ما عندي نفس. مش أستاذ عبد بيقول ما عنده نفس؟ قصدها شنو بدي؟ قصدها شنو؟ قصدها شنو بدي؟ قصدها شنو؟ قصدها شنو؟ قصدها شنو؟ قصدها شنو؟ صباح الخير يا أستاذ. صباح النور. ليش نور في الكيس ده؟ كنت أعمل لك مفاجأة. مفاجأة؟ رأيك شنو؟ عزمك فطور هنا في المكتب. يبي أمشي مكتبك. أمشي مكتبك أحسن. هسه المدير رجع يقول علي شنو؟ المدير عنده اجتماع يعني ما حيجي. وصفية وبشارة حيقولوا علي شنو؟ صفية وبشارة فاطرين برا المصلحة. فاطرين برضو بالمصلحة؟ أيوة. يعني معنا المصلحة دي بقت بس فطور واجتماعات. أيوة. خلاص قول بسم الله. جايز. يعني كده مالك في شنو؟ ما في شيء، بس الشباك ده له سنين ما اتفتح. وبعدين عبده ياكل في المكتب؟ شيء عجيب. كله من النضال دي. والله لكن يا نضال قدرت عليه. اخيرا يا عبد فتحت الشباك. في شنو يا امي؟ امرك اخلي البيت دانا؟ ابدا، امرك استقبل الضيوف. ضيوف؟ هاي Thank you.
مش عارفه. اها داير اقول لك شنو؟ عرفت الوصف بتاع الحديقه؟ لا خلاص عرفته خالص هاي. خلاص تمام يلا اللي بعدين. والله نضال يا سلام على النضال متكويس خلاص يعني ما بقى يا امي يا ولدي كان ما نضال الشباك كان انفتح يا سلام عليك لبشتيني يا امي حدد انت بس وانا جاهزه وده اليوم ده انا مستنيه بفارغ الصبر يا ولدي ابشري يا حاجه ابشري مبروك يا ولدي مبروك ألف مبروك خد اليوم الدايره ليك هذا يا عبدو ربي ان شاء الله يتبلغ على الخير وبركه الحي تحضرتك يا ولدي الله يبارك فيك يا حبيبي ايش ناخذ تسعديه الليله كمان يوم دموع الليله يوم الفرح والبغاريد بس فرح بس الليله ألف مبروك يا نضال ألف مبروك يا عبدو الله يبارك فيك ما عندنا الخطوبه تطول لا تطول وين يا اخوانا من نسي العرس ان شاء الله يوم الخميس الجاي عرس في يوم واحد هاي ماله عبدو سيبهم في حالهم أصل الدنيا دي فيها الصالح والطالح